لانه طرحنا عليك السؤال، وهذا السؤال كان سؤال فاخترحناه على كل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا بالحلقه. اوت اوف نو وير بنص الحديث طرحنا سؤال ما كثير بنفهم، والسؤال كان انه في كثير اشخاص بالطياره بحبوا يقعدوا على ميله الشباك، في ناس بفضلوا يقعدوا بالنص، هل انتم بتامنوا بالحب من اول نظره؟ شو جاوبوا الضيوف خلال هالحلقه بنتابع سوا. في ناس كثير وقت تسافر بتفضل دائما تقعد على الشباك تشوف المنظر، بس وقت تطلع الطياره ما بتقعد تشوف شيء، في ناس ما بتفرق معها بتقعد اذا بدك على الكولوار. انت بتؤمن بالحب من اول نظره؟ ايه انا صار معي شيء إيه. هي مرتي اول شيء ظهرت 2 3 بس كنت صغير ما لحقت كثير يعني. انا ب 22 سنه شفتها لنينا. نعم. كنا عم نتمرن لبعلبك وكذا، اجت مع عمها جوزيف نصيف. جيب شفت بنت حلوه، انا وبعدني عامل جاكل. قعدت هيك جنابي قلت لها بونسوار ما ردت. وفي ناس بيقعدوا اكثر على ميلة الشباك لانه بحبوا دائما وقتها تطلع وتسافر بالطياره تتفرج على المناظر اللي بتكون. انا بحب اتفرج على المناظر. انت بتامن بالحب من اول نظره؟ من الحب من اول نظره في شيء منه، بس منه هو الحب بمعنى الحب. نعم. بس في اذا بدك الكيمستري، هي بتحسي اول شيء الكيمستري صارت بين اثنين، بتحس بانك مش عم تعرف تتصرف، يمكن ما عم تعرف تحكي، تلفكت. ايه هي بتصير يعني هون بيكون في شيء. ما بتعرف تحكي، ما بتعرف تحكي، ما بتقبلك، هون بيكون في شيء. انت بتامن بالحب من اول نظره؟ اي بامن بالحب من اول نظره. في اشخاص ما بتفرق معهم بيقعدوا بالنص او بيناموا بالطياره، انت بتامن بالحب من اول نظره؟ هلا انا حضرت لك حلقه من قبل على قصه الزعتر والجبنه، فانا ما حقوقع فيها. كثير ذكي. انت بتامن بالحب من اول نظره؟ I'm sorry.